جالس اقنعك من اليوم عشان سفره 5 أيام 6 أيام ما احنا مطولين. وانا سني عوري ما سويته، خل عني السفر. زرقاء 5 أيام. خيبر هي اسمها. نبي نستانس ونشوف. الزرقاء يا ابن حا زرقاء، تزرق جدة، تزرق. اوكرانيا زرقاء عند ايش انت عطني واجد. عطني الاوكي بس. والله ما تذوقها اوكي، والله ما تذوقها. وشرط الرحلة هناك كل التغطيات اللي بنخليها على سناب، كل سناب ذا بنقفله. سناب انا بنفعله. سناب نغير اسمه سناب ابو يارا للسياح السفر. هلا سفره وحده عمر ما غير. سناب مفتوح تحسب السناب سهل. سناب بالهدارة. انت دار انت كم ادارة بالصبح اقوم اصور طول عمرك هذا الصباح والمساء وفي الليل. تفتح لك مواضيع وتقفل. فتحت مواضيع سببت مشكلة. انا اعرف نفسي ما اصلح لي سناب. ازمة حديدية بيننا. صحيح. اللي بسنتك وينه؟ بالله وينه؟ خوياي؟ ايه. خوياي ما ادري. ها؟ وينه؟ تبيني اعد اساميهم؟ اللي جانا هاك اليومنا اللي متكشخ وحق سفريات يروح يجي. ابو عزوز. لا قصت سيارات طول عمرك. الطرق العسكريه. طيب اي ناس اشتغلت، ناس سوت شيء. ناس اشتغلت عن نفسها، انا ما اشتغلت عن نفسي. ليه ما اشتغلت عن نفسك انت؟ انا احس بالمكده هاك، احس فيها خير، احس بها بنت. ردي يا مع اخته. زيت وبنزين اصفى 100، قال جبت حق الناس تعمل، الناس تشتغل صح. يلا ما حد ياخذ رزق. شفت كيف كاشختها هاك اليوم؟ ايه كبكاء. انت كانك حقدت عليه. حقدت عليه ما حقدت، غبطت اللي يقول مطالع. في شيء ترى اقول لك من لا من 15 واحد ورا 15 مره انت اول يقول كذا 15 مره قابل احنا ما لنا شغل بس كم. انت خايف من شيء معين؟ اي والله خليك صريح. والله اني احب بس كنت سافرت بس تزرقني ضيقة الصفرة. متى تجيك الصفرة؟ الصفرة متى؟ طاحت الشمس. هذه الصفرة اسمع غدا حمراء المغرب تلقطك. طيب اسمع بناخذنا واحد يهون. ولا تفك غير قريب العش. ناخذ واحد يهون عليك ابو عاصم. اما تقول كلامه زين يبرد على القلب. كلامه حلو والله. تحس رجال قول وفعل، ما هو كلام كذا يقولها قدام الشاشات. في ناس تقول قدام الشاشات اللي زين وفي الحقيقة مو زين. وعاصم صح ينفع. طيب. عينا المغرب ينفع علينا المغرب لين العشاء ثم ننطلق. هور يا بلهور والله ترانا ما فيها هور يا بلهور. اسمع ومر الشلالات نستانس. نعم انت ايش تبي بالشلالات قول. شد الدنين تجي هنا. ايش قلت؟ سدد الدنين اللي جيت هنا من الشلالات. الناس الحين لو تسدد دنيك ما تزعل انت؟ احنا ما نزعل. لان الاسئله الناس يقول احنا والله ما نجلس من شلال لشلال مسدد. وين رجعه؟ انت الحين كيف الطبله ويزيد طيب؟ الخيال اللي انت فيه ذا اطلع منه شوي، خلينا نعيش الواقع. الواقع صعب. صحيح والله. لا والله صحيح. والله الواقع صعب يا ابوي. ليش صعب؟ انا احب ونسات، احب ونسات. لا اقول لك يا اخوي هذه ديار، والله انا اتونس. خلينا نروح بها. أنا بعطيك رأي. من هنا لا لا 10 10 1 14 فكر في الموضوع.